مذيع الداخلي واعلان التغييرات. كرة ومحاولة للناصر خطرة. جول 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 اول بعد لمسة ثانية من ميساء. هدف اول في لقاء هذا المساء عن طريق الورقة الرابحة. ميساء ميساء بن زياد واول اهداف في المباراة. ورقة رابحة اسم على مسمى يا ميساء. اللاعب الذي دخلت مكان غدير عبد الواحد افتكت كرة بشكل قوي بعد ذلك تخطت المدافعة الشعلوية تخطت اللاعبة وجدان محمد بعد ذلك كرة على يمين النيجيرية توشوكو. هدف أول للقاعدة ميساء زياد. إذا ميساء تسجل أول أهداف هذا المساء. كرة تعود إلى الخلف عند أسير صالح. عرضية من أسير. أسير سلام مرة واثنين وثلاثة ولكن توشوكو كل المحاولات تنكسر أمام هذه التنزانية. لوفانجا 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 عارضة أولى عارضة ثانية كرة مخادئة من أسيل عرضية فيها راسية ولكن في النهاية غمزة لمسة تنزانية في شباك شعلة الشرقية. هدف ثاني هدف ثاني. شوف هذه الراسية. أوه أوه الراسية كانت بشكل عكسي عن طريق المدافعة وجدان محمد. بعد ذلك توشوكو حاولت مرة ارتطمت في العارضة. حاولت ثانية العارضة صدتها. الثالثة ثابتة أمام كلارا كيليتوس لوفانجا. هدف ثاني هدف ثاني نصراوي. صارت اثنين. إذن أصبحت النتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدقيقة 52 بعد هدف أول في الدقيقة 47. حلوين يلا كرة واصلة. كاسونج صالح كرة نصراوية وانطلاقة عند الجزائرية بتمريرة جاءت أقصى اليمين خطرة. جول ثالث 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 خلصها النصر في ثمان دقائق فقط. خلصها فريق النصر قبل الوصول إلى دقيقة 55. هدف ثالث للنصراويين. أوه كلارا كيليتوس لوفانجا تضيف هدف ثالث في الدقيقة 54. يدوب دقيقتين بين هدف ثاني وثالث. إذن صارت ثلاثة مقابل لا شيء. أصبحت النتيجة ثلاثة أهداف النصر مقابل لا شيء للشعلة الشرقية. انهيار كامل في عشر دقائق أولى من شوط ثاني في هدفين هذه الأسمرانية كلارا كيليتوس والأردنية ميساء جبارة.